يعني الاخ الضحيه عائشه العوار والسيد ديالها هو اللي قتلها، داها هي مشات داها بنت المستشفى الجامعه باش تخدم، هي هي خرجت في 7:30، هو خرج موراها بالموتور، ملي هي وصلت تما المستشفى والله اعلم كيفاش تلاقاها، واش عيط لها واش تلاقاها تما، ربما البوليس راه عندهم داكشي مصور وموثق، شافوا الكاميرات وشافوا فين هذه، من بعد داها ودا الحد في قتلها، وبحال اللي بحال اللي شفتوا راه تمرها في الحفره وغطاها. رجعت للدار، ملي رجعت للدار عيطوا لي ولادها قالوا لي يا خالي راه با ملي جا البارح جاب معاه واحد الفوطه بيضاء ردوها البوليس فيها الدم وواحد الحوايج ديالو هما الداخليين ديالو فيهم الدم، قال بنتو عمل لهم الماء طايب وجافيل هذه، وهو جا فيه التراسيه ديال 70 في العنق ديالو بجوج جهات، فيها التراسيه 70 وفي صدره، وعنده تكاربيش يعني على الساقين ديالو، وعنده شي ضرب في راسو وفي يدو في طرد يدو، عنده شي اللي كيقولوا راه هي كان عندها الفلوس، هي كانت ماشي بزاف عملت له العمليه، جمع اولاد حبيبي، ها حبيبي هنايا اولادو هادو اللي مجموعين جمعوا له 6 مليون فرنك، ربما صرفت عليه شي مبلغ، واحد المبلغ اخر بقى معاها، هو ملي هي النار اللي خرجت كان المبلغ معاها، والتعريف ديالها هي، والتعريف ديال ولدها، والهاتف ديالها المحمول هو جابو سيبوه في واحد يعني من بعد ظهر سيبوه في واحد المحل ديال الجار ديالو، الجار ديالو كان عنده السالون ديالو دائما كيتعامل معاه واحد السيد نساكر، ربما راه معروف الجار ديالو راه معروف تما قبل الدار قبل الدار كيتعدى عليها دائما، كان كيتعدى عليها وكتصبر على ولادها مرارا وتكرارا يعني، وكان شي من الصغر هو يعني الراجل عنيف كيضربها يشبر الطبسي، يعني ايام زمان يشبر الطبسي، هي من هذه الطبسي ديال الدجاج ولا هذه كيسيبوها كيضربها الراس ديالها كيدمي، يعني دائما التعدو كان، ولكن ما حنا ما ظنيناش زعما يوصل الجرأة هذه يعني حتى يقتلها ولا شي حاجه، يعني لا ما بلي حتى بشي حاجه ما كيعني حتى بشي حاجه، هو الانسان عنيف قلبه قاسي يعني القساوه على ولادو، يعني هذا الشيء هذا اللي كنقول لك وانا مسؤول امام الله، كيجيب اللحم يمشي للسوق يجيب اللحم هبره ويعملها في النبيره يقولوا هذا عندك تحاديوها، يجيب الفحم يشويه قدامهم، يعني الراجل القساوه يعني فات كل الحدود، يجيب اللحم يشويها وياكل، وهما ولادو كيشوفوا يعني هذا الشيء، هذا انا عمره ما سمعته لا في اي عالم، يعني حنا الى انا بنفسي الى ولدي الى كلا ولدي يعني بحال اللي كليت انا راه كان انا نعطيها لولدي ياكلا انا كنحس بواحد الفرحه اكثر من ناكلها انا، ولكن هذا السيد هذا ما عنده لا رحمه ولا شفقه، وربما حتى هذه الايام اللي كان في المستشفى مشى الايام الاولى اللي كان في المستشفى مشات بنته زعما تصرحنا قلنا فين هي منا وحنا ما عزيناش عليك وما تخافش من الله، جاوب لا 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 ما نخاف من الله ما عزيتوش عليا ما نقول لك شي ما كفينا هي، يعني هذا الشيء هذا عنده عادي ما عندوش حتى شي مشكل، يعني السيد قال القساوه بلغت به واحد الدرجه كبيره. مسلمه مؤمنه مات صايمه دار فاس قتلها فاس قتلها فاس حتى سهل معها وجابها، واحد ولدها وانا ولدها قال لك شبرها 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 حيد الحوايج مره عملها في صابانه وطاح عليها بيكو بيكو طاح عليها بالدق طاح عليها بالدق، واش كنقول لا حول ولا قوه الا بالله، الاسلام كاين اللي كتطالبوا نتوما في حقه كنطلب اعدام، انا ما خصوش شي حاجه اخرى، عملت العمليه مشات مسكينه سعات الفلوس على ولادي جابت شحال الفلوس باش عملت العمليه، نالي عملت العمليه ما كملش 8 ايام ناض بدا كيضرب الحيط وقتلها، علاش القتيل كامل؟
عمل الدار، عمل الدار على ولده، ولده عنده واحد عائل، عائل وحده عنده ثلاث بنات وعائل، واحد الدار عمل عمل معاه في النص ولده، كيقول لولده نوض رد لي الدار ديالي، وهي قالت له ما يرجعلكش، علاش يرجعلك؟ انا خدمت، هي خدمت مسكين في المعمل المليك، انا دخلت المعمل باقي صغيره، دخلت المعمل خدمت عليه، خدمت عليهم كاملين، الدار هي بنتها، كيقول لولده نوض رجع لي الدار، الدار على سميتي، هي قالت له لا ما يرجعلكش، علاش؟ الدار انا بنيتها ما يرجعش. ودا العايل، هز العايل داه الغابة، داه الغابة، الغابة هذه، الغابة أمريكا، الغابة هذه الفوقانية، داه الغابة وعملوا عملوا عملوا بين العواد كتفوا، بغى يقتلوه، جاب الله هذيك العايل سلك هرب. حنا كنطالبوا يعني يحكموا عليه بما يستاهل، يعني راه يعني يعني كتبقى داك الشيء ديال السلطه احنا ما خرجش ندخلوا فيه، يحكموا به بما يستاهل، يعني يعني فيها الاخفاء الجريمه وعذبنا، ويعني 22 يوم ولا 24 يوم هو الضحيه عارف اين هي، هو كيضحك على 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 السلطه وعلينا حنايا، يعني تعبنا اكثر من الموت، يعني الانتظار انتظرنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.